على محمد يوم علي قلت له توكل قلت له هذه غادله كتله والله يجي قلت له غادله كتله هذا ما شايف ايدي شلون اخبزها الخبز قال محمد اليوم زين ايدك يا اكثر واحد متاذي منها الكل الكل شو ماخذ على المنتخب؟ لا والله بالشقه لا الشقه الشقه يعني كلها شقه كنا انا وعلي الحيمون نشأت اكثر من نطب الغرفه انا وعلي الحيمون نشأت نوبات نشأت ما يجي انا وعلي الحيمون اكثر بس لا يعني من اضربه اذيه من اضربه اذيه فقلت له قال له علاوي خليه يشوف اليمنى زين بعد شوف مالته مال واحد يشتغل عماله مال لباخ ها؟ اي بعد وين لزمناه بالمهم اي هو لزمناه ف بظفره انا مو ضربنا مو انا لمت على صدره ولزمته هيش منه واعطيها واختنك اللي زبد محمد قال لي عوفه عوفه راح يموت بس هو يفني يرافس اللي بيان والله ماشي كلش يعني كلش اللي بيان شقه ها مو على هو اللي يزبد يعني